بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم 26 كرونو. هذه الحلقة خصصت للناخب الوطني الجديد اللي التحق لقيادة الأسود، أسود السلة الوطنية المقبلين على المشاركة في الأفرو باسكت 2015 المقرر بتونس غشت المقبل. باسمكم إذا مشاهدينا أرحب بالضيوف الكرام، والبداية مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سي مصطفى أوراش، أهلا بك. مرحبا أخت سهام، مرحبا ب برنامج كرونو 26 بمدينة فاس. تحية لعائلة كرة السلة والجمهور المغربي، ورمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد، أهلا بك سنورة العامري المدير التقني الوطني. أهلا وسهلا أخت سهام، أهلا وسهلا بعشاق كرة السلة، ورمضان مبارك سعيد لجميع المغاربة. أهلا كذلك بمحلل القناة الرياضية محمد الزحزوح، أهلا بك. تحية لك أخت سهام، وتحية لجميع المشاهدين الأوفياء للقناة الرياضية، ورمضان مبارك للجميع. رمضان مبارك سعيد أيضا لكم مشاهدينا. البداية كالعادة مع فقرة آخر الأخبار. بلاغ من الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى رؤساء الجمعيات لمختلف الأقسام قصد عقد جمعها العام، وذلك انطلاقا من فاتح يوليوز 2015 إلى غاية 31 من نفس الشهر، فيما تقرر أن يكون 30 من شتنبر كآخر أجل للجمع العامة. تحلق الطائرة المغربية صوب شواطئ هولندا للمشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، وذلك ابتداء من 26 من الشهر الجاري. يدخل 7 من الحكام المغاربة في معسكر إعداد الجزائر قصد تطوير مهاراتهم وأساليب تحكيمهم لمباريات الكرة البرتقالية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة. الحديث مشاهدينا كيف ما سبق وقدمنا في هذه الحلقة سيكون حول المدرب الوطني الالتحق بكتيبة أسود السلة الوطنية الصربي توني فيانيك، اللي التحق من بعد ما تخلى لازار الكاميروني على قيادة المنتخب الوطني، والكل يعرف القصة. كيف تم الاختيار سي مصطفى أوراش؟ البداية معك قبل أن نخذو رأي المدير التقني. أولا كي كيعرف المتتبع كرة السلة اللي قريب من الكواليس الجامعة، هو أنه تفاجئنا في نهاية البطولة أن بعض الجرائد أو الإلكترونية ديال الكاميرون نشرت بخبر التحاق المدرب لازار بالمنتخب الكاميروني، اللي كانت مفاجأة بالنسبة لنا. بسرعة أننا اتصلنا به مباشرة وراسلناه رسميا هو والاتحاد الأفريقي نتأكد من المعلومة، وفعلا تأكدنا معلومة. يعني كان رد ديالو هو رد ديالو غير مقنع، لأن كيقول أنه تعين من طرف الحكومة الكاميرونية، ولكن هو عنده عقد رسمي كيربطو بالجامعة الملكية اللي كيمتد حتى 2017. يعني هذا ما كيمنعش اننا نتابعوه، نتاخذوا مع اجراءات الاداريه وفي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، ويمكن نوصلوا حتى للمحكمه الرياضيه. درنا كان اجتماع طارئ ومع الاداره التقنيه باش تحرك في هذا الاتجاه، وفعلا الاداره التقنيه قامت بواحد التحركات سريعه زعما تشكر تحسب لها، اللي قدرت توجدنا واحد ثلاثة ديال الملفات، ثلاثة ديال الأسماء اللي درسوا بدقة. وكان الاختيار ديال السربي أنطوني اللي فيه بزاف ديال العوامل اللي شافتها الإدارة التقنية ولا حتى المكتب الجامعي، أنه هو المدرب ديال هذه الفترة. وكان التعاقد معه بواحد السرعة وواحد الدقة باش أننا نقدروا يبقى البرنامج ديال استعدادات المنتخب في نفس التوقيت وبنفس الطريقة. نعم، لأن الوقت ما بقاش بزاف، ولكن كي كنشوف أنا راه ما كاينش تغيير مدرب، ولكن البرنامج اللي هيئته الإدارة التقنية غيبقى هو، التزموا به وإن شاء الله يكون الخير.
هذا ما نتمناه. نور العمري سبق وتحدثنا على الموضوع في الحلقة السابقة وقلنا مجموعة من الأسماء وذكرنا من بينهم سميت المدرب توني فيانيك، المدرب اللي قاد فريق مولودية بوجدة الموسم الماضي، وتحدثنا على مجموعة من الأسماء أخرى وقلنا وكانت أكيد أن كانوا عندنا كانت عندك تحفظات في ذاك الوقت. اليوم علنا ومن بعد غنتابع صور، وعلنا شفنا المدرب كيلتحق بالجامعة وكيلتحق بالمنتخب الوطني، من كيف تم الاختيار ديالو؟ احنا في إدارة التقنية كعنا طبعا سؤال أدق، شنو هما المؤهلات التقنية اللي خلوكم تختاروا اسم بحال توني فيانيك؟ المعايير اللي كانوا عندنا بطبيعة الحال الكفاءة. نعم كفاءة، والمدرب أنطوني فيانيك يعني درب في عدة دول بزاف، في الدول ديال السعودية والكويت والبحرين ولبنان ودول، يعني عنده واحد السيفي اكسبيريونس كبيرة بزاف. بالنسبة للكفاءة ما عندناش شك، المدرب تبارك الله عليه نطلبوا الله تكون عنده واحد بون اكسبيريونس معنا إن شاء الله. والمعايير الثانية هو كان اختيار مدرب اللي هو على علم على البطوله الوطنيه واللاعبين المغاربه. نعم. وهذه مهمه بزاف، لان حنا عندنا واحد الخصوصيه كره السله ديالنا، كيخص المدرب ما نضيعوش الوقت باش يتاقلم ويعرف اللاعبين ديالنا. مدرب توني فيانيك بحكمه كان مدرب مولود وجده، عارف المستوى ديال اللاعبين ديالنا وعارف كره السله ديالنا. هذا كان واحد يعني الاختيار ديالو كان اسهل، لان في هذه المعايير كانوا مهمين بالنسبه لنا حنا ان شاء الله. نعم اكيد، كيف ما تابعنا في الصور فالمدرب التحق والاكيد انه جاي، وحنا بغيناه يجيب معاه يعني القاب ويجيب معاه ويعاود يحيي لنا ذكريات جميله عشناها مع المنتخب الوطني منذ سنوات. والاكيد ان انت عندك ما تضيف في هذا الصدد سي محمد. اولا الاختيار الاول اللي كان على المدرب الكاميروني دا الاختيار، لانه مدرب توا عنده خبره في البطوله الافريقيه كبيره مع فريق الجمعيه ديال الجمعيه السهلويه، وكان عارف البطوله الوطنيه، وكذلك لعب درب عده مرات الفريق الكاميروني في البطولات الافريقيه، داكشي باش تم الاختيار. مع الاسف كيف كنقولوا جاوا في الجامعه، لانه ما دارش داك لا ريبتير ديالو دو كونطرا واحد 3 شهور 4 شهور قبل. ولكن الحمد لله نظرا لوجود بعض الاطور الاجنبيه داخل الوطن، هذيك اللي خلات باش الاداره التقنيه تغير تشوف بعدا محليا اش كاين. وبكل صراحه انا المدرب ما شفتش انا المولوديه وجديه لعبات في الاخر، ولكن جوج الاطور الوطنيه شهاده لله قالوا بانه مدرب عنده واحد المقدوره وعنده واحد لا ليكتور تاكتيك، زعما مدرب في المستوى. فكيف كان قبل كنت كنقول لو طون بريس، ولكن دابا نظر البرنامج هو موجود، وراني شفت قبيله طالت عليه. نعم تحطوا عليه بالتفصيل البرنامج. بعد ذاك التعطيله اللي دارت الحمد لله تصاب مدرب سير بلاس، تصاب مدرب سير بلاس، لو كونترار دار مع السي مصطفى اوراش في الاسبوع اللي فات افران، وانطلاقه راه غادي تكون في هذا الاسبوع هذا. نعم، واول معسكر غنتحطوا عليه بعد ما نسمعوا تصريح توني فيانيك الالتحاق ديالو بالمنتخب الوطني. أنا سعيد بتواجدي بهذا البلد كمدرب للمنتخب الوطني، وآمل أن نحقق نتائج جيدة بالبطولة الأفريقية المقبلة ونضع قدما بالألعاب الأولمبية. لقد قدمت السنة الماضية حضورا مهما رفقة مولودية وجدة، وأعتقد أنني قد كونت فكرة عن المنافسات الأفريقية، وفي منظوري أننا سنكون في الموعد. أنا جد سعيد هنا، بلد عظيم فعلا، وآمل أن نحقق الأهم بإسعاد كل هؤلاء الناس. إذن المدرب يقول أنه على أتم استعداد لقيادة أسود السلة الوطنية ووصلهم كيفما البوديوم كيفما بغوا جميع المغاربة، وكيفما متعطشين لهذا جميع المغاربة. أكيد أن الأسباب سمعنا علاش تختارينا المدرب يانيك، ولكن الآن خاصنا نفتحوا صفحة المعسكرات وصفحة كيفاش ممكن ندبروا هذا الوقت اللي بقى لنا قبل ما تنطلق البطولة في 19 غشت. غادي نسمعوا تصريح رئيس الجامعة مباشرة بعد يعني إمضاء العقد مع المدرب ونعود للحديث.
الهدف هو أننا نديو العقد مع المدرب الجديد، المدرب السربي اللي عايشت زمام ديال المنتخب الوطني، وكي كيعرف الجمهور والإعلام المغربي ولا المتتبعين ديال كرة السلة أن الحدث اللي وقع لنا هو أنه ما التحقش المدرب الكاميروني بخلاف البنود العقد ديالو، وحنا ماشي أنا بقينا مكتوفي اليدين ولكن كنا واجدين باش نتحركوا بواحد السرعة كبيرة بواحد باش أننا تفاوضنا مع ثلاثة المدربين اللي في التالي توصلنا مع اتفاق مع المدرب السربي اللي هو عنده واحد دراية كبيرة بالبطولة الوطنية وبالبطولة الإفريقية ومدرب كبير وعنده تاريخ في كرة السلة، وقررنا أننا نقودوا مع هذه التجربة ديال المدة ديال ثلاثة أشهر كمدرب منتخب وطني باش نشوفوا حتى النجاح ديالو ونتأكدوا من البرنامج العمل ديالو باش نقدروا نجددوا مع العقد لمدة 4 سنوات على حسب الأهداف، وكنتمنى أن عائلة كرة السلة تفهم هذا الوضع هذا الطارئ اللي وقع، هو ماشي من خطأ ديال الجميع ولكن طارئ، والجميع ما تسكتش، هي راسلت الاتحاد الأفريقي وراسلت المدرب وعتبع الامور الاداريه وقدرت وصلت للمحكمه الرياضيه، ولكن لنطمئن على المنتخب الوطني بقدوم هذا المدرب اللي هو كفء وان شاء الله يعطينا نتائج اللي المغاربه كلشي كيتسناوها، وكنتمنى التوفيق للاعبين وانه اول معسكر تدريبي ديالو مع المنتخب الوطني هيكون يوم 22 يونيو. نعم السيد رئيس، العقدة أو العقد فيه ثلاثة ديال الأشهر في انتظار نشوفوا ما سيقدمه بالنسبة للمنتخب الوطني وكذلك بالنسبة للعشاق البرتغالية باش يتم التعاقد معه رسميا لمدة 4 سنوات، نقدروا نعتبرها خطوة ذكية من 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 الجامعة الملكية للتورط مع مدرب قد يفشل مع المنتخب الوطني في المستقبل؟ وبالنسبه لينا احنا ما شفناش من جهه الفشل، لان انا ما عنديش واحد، ما يمكنليش نتعاقد مع واحد المدرب وانا عندي نسبه الفشل تكون حاضره. هو انه كانت المده ديال 3 اشهر لان ضروري، لان التعاقد بديك السرعه وبديك الطريقه، لان كان في كان مفاوضات باش تهضر على برنامج ولا تهضر على واحد البرنامج صعب، خصنا وقت. يعني هضرنا على المده ديال المشاركه ديال المغرب في نهائيات تونس، يعني الظرف ديال 3 شهور. هو اننا هضرنا من بعد من نجيهم كاس افريقيا غنشوفوا الايجابيات والسلبيات، نعم، وغنشوفوا البرنامج نزيدوا نتفاوضوا معاه ونتعمقوا معاه في البرنامج اللي وضعته الاداره التقنيه ديال 4 سنوات، نعم، باش نشوفوا طريقه العمل ديالها. من اتفقوا عاد يمكننا نتعاقدوا على واحد المده طويله، نعم، ما يمكنناش نتعاقدوا وهو ما عارفش شنو هو الاهداف ديال الجامعه ولا شنو هو البرنامج اللي عنده، نعم. يعني خاصنا واحد الوقت باش نقدروا نتفاهموا على ذاك المده كامله. واللي نوضح هو انه ما كاينش منتخب الوطني اللي غيشارك في هذا، كاين مجموعه المنتخبات وغنوصلوا لهم الى سمحتي يا سي مصطفى، باش نمشيو الان يعني لو سوجي كي بريم اللي هو المنتخب الوطني اللي مقبل المشاركه، اللي عندنا في حدود اننا نوصل البوديوم وكلنا امل اننا نوصل البوديوم ولما لا نتوجوا، يعني نهضروا على البرنامج ديال استعدادات المنتخب الوطني، من بعد غنتهضروا على الفئات الاخرى بما فيهم السيدات والفتيان والفتيات. يعني فعلا الاخت سهام، البرنامج اللي حنا قابلين باش يبدا ابتداء نهار الاثنين المقبل ان شاء الله لو 22، هذا البرنامج حقيقه كان تصوف في شهر ماكس، كان الاداره التقنيه صوباتو كل شيء. دابا بطبيعه الحال عملنا جوج اجتماعات مع المدرب الجديد لان خصو يعطينا الضغط ديالو في البرنامج، عملنا كيلكو بيت ريكتيفيكاسيون ولكن البرنامج ما تبدلش، غادي يكون تربصات خلال شهر رمضان كامل في المغرب، لان صعيب شويه علينا في شهر رمضان نعمل تربصات في الخارج. كيصعبت على اللاعبين ايضا. فعلا اذا شهر رمضان غادي يكونوا عده تربصات في المغرب، وان شاء الله ابتداء من 12 في جويليه يعني مو العيد ان شاء الله غادي نمشيو نلتحقوا بواحد معسكر تدريبي في صربيا
ديال 17 يوم، غادي نعملوا ان شاء الله في 7 المقابلات مع فرق قويه بحال نيجيريا بحال مصر بحال الفريق ديال صربيا الى اخره، زعما فرق قويه. وغادي مي غادي نساليو داك التربص، غادي نمشيو لفرنسا ان شاء الله باش 4 ايام باش نلعبوا مع فريق كوت ديفوار وفريق المالي. نعم هادو فرق اللي غادي نواجههم اكيد في في البطوله الافريقيه، وغادي نرجعوا نكملوا التربص ديالنا في المغرب واحد 4 ايام قبل ما ننتخبوا تونس ان شاء الله. نعم ما هو رايك سي محمد يعني التحليلي في هذا البرنامج هذا؟ بطبيعه الحال كاين الفتره ديال رمضان، وهاد الفتره ديال رمضان اللي كاينه في الطريق راه ماشي اول مره رمضان كيجي، وكيجي في واحد البروغرام، دونك كل واحد كيدير ان بروغرام دادابتاسيون اون فونكسيون ديال لابيريود ديال لو مو دو رمضان. المدرب اللي تخاد، المدرب تخاد على الكفاءات ديالو التقنيه، دونك بطبيعه الحال المدرب تا هو خصو واحد لادابتاسيون مع اللعابه اللي غادي ياخذ، لانه كان في فريق ديال البطوله الوطنيه كان الفريق ديالو جداد، باغي يدخل في واحد الفريق وطني، دونك بطبيعه الحال الفريق الوطني كل واحد خاصه التمبيرامون ديالو، كل واحد غادي خصو حتى هو واحد الفتره ديال الادابتاسيون واحد اسبوع ولا اسبوعين، وما غادي يمكن ينجح المدرب ماشي في المغرب مع واحد لو ستاف اللي غادي يرافقو، دونك ليكيب اللي غادي ترافق المدرب توني خصها هي تكون واحد ليكيب في المستوى، ويكون واحد الادابتاسيون ديال المفاهمه ما بينه وما بين سميتو، لانه دابا الوقت ما بقاش. نقطه مهمه يعلق عليها سينور، هذه ديال لو ستاف اللي غيرافقوا ان شاء الله، غادي يكونوا مع جوج مدربين. نعم اقترحنا عليه بعض الاسماء، ولكن هو طبعا الحال كمدرب اول وبحق ديالو كمدرب طلب منا، بحكم هو كيعرف المدربين في المغرب. نعم. طلب منا هو يعرض يعني الاسماء، يقترح لكم الاسماء وان شاء الله حنايا هو اقترحنا اما اليوم ولا غدا ان شاء الله، والاداره التقنيه مع المكتب الفيدرالي غادي يرد عليه. هذه بطبيعه الحال ديما كل مدرب كيبغي يكون مرتاح. نعم. وكيبغي يعرف هذاك المساعد اللي كيكون معاه البريباراتور فيزيك ولا لونكادرومون تكنيك، لانه كيعرف الطريقه كيعرف كل شيء، هذا كيزيد يسهل الماموريه للمدرب. كيف قال سي مصطفى اورس، اي مكتب جا ما غادي كل شيء يشوف هذا المدرب على عام ولا عامين ولا يمشي سينما. بطبيعه الحال جات الفتره الاولى ديال لا انا كنعتبرها خطوه ذكيه، الذكاء الايجابي مقصود بها شي ذكاء اللي ذكاء ايجابي من الجامعه ومن الاداره التقنيه، اللي لان ما يمكنش نجيو في ظرف طارئ كنقلبوا على اون سوليسيون دورجونس نتعاقدوا مع واحد المدرب مده 4 سنوات، وحنا لا قدر الله حنا ما كنتمناوش الفشل ولا ما كنتمناوش قدر ما يكونش فيه مجموعه ديال الاشياء اللي تقدر ما يتفاهمش مع اللاعبين، يقدر يكون بزاف ديال الاشياء اللي ما تقدرش تمشي في المسار الصحيح في 3 موا. جو بونس كو خطوه ذكيه يعني تحسب لكما كجامعه وكاداره تقنيه. انا غير بغيت نضيف لسي نور العامري، عرفتي بانه الفريق الوطني ملي كتكون واحد لاني ديال الشامبيون دافريك المجهود كله كيكون على الفريق الوطني، ما يخص البروغرام ما يخص لي كونسونطراسيون. مع الاسف ما كانش ان نومبر دو جور امبورتون في لا بريباراسيون من قبل، لان جو كواك لا بريباراسيون من قبل ما فاتش واحد 25 ولا 30 جور، اي بورتون في ديك الوقيته الفريق الوطني كوا كان الشامبيون دافريك كون راه في البوديوم، الوقيته اللي مشى لتركيا وبدا يلعب مع سميتو. دابا لي نومبر دو ماتش، ما كنقولش انا البريباراسيون، النومبر دو ماتش اللي غادي ماتش تيست اللي غادي يمكن له يدير شحال تقريبا مقابله غادي يتحدد ليه سميتو، هي اللي غادي تعطي ذاك البارومتر ديال الفريق الوطني قبل ما يمشي لتونس. نعم كنظن عطانا مقابلات يعني في صربيا 9 ماتش افيك لا كوت ديفوار افيك صربيا ليكيب بي افيك نيجيريا افيك مصر، يعني كاينين يعني منافسين اللي غيتلاقى معاهم اكيد هما اللي غادي يعطيو البارومتر في البطوله الافريقيه. الاعين دائما تصب نحو المنتخب الوطني كبار، ومع الاسف ربما الاشياء اللي كيجهلها مجموعه من الناس اننا عندنا منتخبات اخرى حقيقه منتخبات ناشئه كنطمحوا انها تشرفنا في المنافسات الجايه، عندنا منتخب الفتيان شارك دوليا، عندنا منتخب الفتيات شارك دوليا، عندنا منتخب السيدات يعني تمكن من الالتحام بعد سنوات طويله من الغياب، هادشي اشياء اللي اكيد اننا خصنا ننوروا الراي العام والجمهور الكريم العاشق
لكرة السلة أننا ما كيش فقط المنتخب الوطني للكبار، فكين منتخبات وطنية أخرى. في المنتخب الوطني سيدات، أنا نبغي نتحدث المنتخب الوطني السيدات، يعني موازاتنا مع المنتخب الوطني الكبار، باش واحد نهار نقدروا نتحدثوا عليه حتى هو بهذا الحرقه وبهذا الحماس وبهذا، يعني نتمنوا ليه ونتمنوا احنا، يعني متاكدين اننا نقدروا نوصل البوديوم لملا حتى يعني المنافسات الافريقيه بلا ما نتسناو، يعني لا هاتيك اشياء واضحه. فاحنا 12 سنه وحنا غايبين الوجود بالنسبه للمنتخب الوطني النسوي، وهذه اشياء كتحس في النفس ديالنا ان كنا ناسين كلنا، كيف ما سبق وقلت فتحنا كاعلاميين ساهمنا في هادشي، ان حنا تحنا ناسنا وما كناش كنتفكروا المنتخب النسوي وما كناش كنتحدثوا عليه، الله يسمح لنا. سي مصطفى اوراش، فكره المنتخب النسوي يتجمع، وانا سمعت في الكواليس انه ممكن ياخذ بطاقه الدعوه ويمشي للبطوله الافريقيه وخا ما تاهلش. هو نرجع لك النقطه ديال انه الاعلام هو زعما مؤخرا تفاجات في واحد برنامج الاذاعه فيه منشطه لانه وصفت المنتخب، ما كنهاجموش زملاء، لا ما كنهاجموش، فقط يمكن الانسان ان دور الاعلام، دور الاعلام باش انه يمكن ينور المحبين والعشاق ديال كره السله وكن يعطي معلومه صحيحه، هما المعلومات اللي تعطاو انه ما كاينينش منتخبات، كاين منتخب اول، يعني حنا والعقل كنا كنطلبوا منها انه تتصل بالجامعه وتعرف شكون هما المنتخبات اللي كاينين، وثانيا الاعلام كنطلبوا من الاعلام هذا البرنامج المقر انهم يحاولوا يتقربوا، انهم يحاولوا يعطيوا لهذه اللعبه حقها لان ما معطيلهاش حقها. سي مصطفى، برنامج 26 كرونو انتقل لتونس مع الفتيان والفتيات ومشى مع السيدات حلقه خاصه بعد 12 سنه مغيب اول معسكر تدريبي. نقول لك واحد الحاجه، انا حنا غايبين، انا يمكن قلتها لك في البرنامج السابق في الحلقه السابقه، انني قلت لك بان لا البرنامج كرونو 26 ولا سهام كليف عندها واحد لعبت واحد الدور مع جامعه كره السله، هذا واجب ديالنا كاملين، باش اعطات وضحات بزاف د الامور ووصلت معلومات اللي صعيب توصل لمتتبعين كره السله، ولكن كنعيب على بعض الاعلاميين اللي ما كيحاولوش يوصلوا الحقيقه، والحقيقه هي ان لنا اربع منتخبات. يقدروا يكون مشكل ديال التواصل، يقدر يكون مشكل كومونيكاسيون، اتمنى يكون تواصل، اتمنى على الدور ديالي انا هنا، يمكن غير الكومونيكاسيون، لا اتمنى يكون كومونيكاسيون، لا اختي سهام اتمنى حتى انا كنتمنى يكون نقص في التواصل، ولكن اللي بغينا نوضحوا للمشاهدين الكرام اننا عندنا اربعه ديال المنتخبات، عندنا اقل من 16 سنه اناث ذكور، لان الذكور كانوا خداو بطاقه الدعوه مع الاناث كانوا تاهلوا لمدغشقر، والذكور تاهلوا للنهائيات بمالي، والان عندنا حدود ديال 99% انا ناخذوا بطاقه الدعوه للمشاركه في منتخب السيدات في الكاميرون، وكاين المشاركه ديال المنتخب الكبار بتونس، يعني كاين اربع منتخبات، وفي الاداره التقنيه كتشتغل ان هذه السنه وفي هذا الصيف حتبدا في المعسكرات التدريبيه ديال اقل ب 14 سنه. نعم هذا كان في البرنامج مستطر تحدثنا عليه في الحلقات السابقه، مستطر من الوقت اللي تعينت فيه الاداره التقنيه على تعيين السينور على راس اداره التقنيه، البرنامج كان واضح. نعم وكان واضح من ذاك الوقت انه في هذا الصيف غيكون انطلاقه ديال المنتخب ديال اقل من 14 سنه واقل من 18 سنه. نعم. يعني كره السله عندها تولي عندها 6 المنتخبات. نعم. يعني 6 المنتخبات يمكن اول مره في تاريخ كره السله غيكونوا 6 المنتخبات كيشاركوا في واحد الوقت، وكاين معسكرات تدريبيه ديالهم، وكاين برامج ديال الاستحقاقات الافريقيه بامتياز، يعني في جميع الفئات. وماشي غنوقفوا عند نهايه افرو باسكيت، اكيد كاين برنامج مستار للاستمراريه ديال المنتخبات. نعم. ومعسكرات ومقابلات وديه على طول السنه في الموسم القادم. نعم. وتاهيلها، لان كنقولها ونعاودها، انا ما كنتظرش نتائج بالمنتخبات الاخرى اللي كانت ما كايناش اللي عاد خلقناها، نعطيوها فرصه انها تجرب المشاركه الدوليه
وتحك مع دول اخرى وتاخذ تجربات اخرى بامتداد موسم مقبل، نقدروا نطمئنوا على المنتخبات ديالنا ونقدروا نقلبوا على نتائج. اما المشاركات ديال هذه السنه ما يكون باش نكونوا على امور حنا كنتظروا كثير منهم اكيد ديال الفريق الكبار. اما المنتخبات الكره غتكون المشاركه من اجل تجربه، من اجل اعاده مكانه المغرب، لان المغرب كان غايب، كان غايب نقدروا نربحوا نقدروا نخسروا. المغرب كان غايب، كان غايب تحسب هذه اشياء تحسب للجامعه وتحسب للاداره التقنيه، وانا عشت يعني معكم هذه التجربه وكنقولها من هنا ان المنتخب الوطني للفتيان والفتيات، وكنتمنوا السيدات حتى هما يشاركوا في الافرو باسكت بالكامرون. عندك شي اضافه سي نور؟ هادشي كامل كيدخل في الاهداف ديال المخطط الاستراتيجي ديال الجامعه والاداره التقنيه، لان حنايا من الاهداف ديالنا هو يعني لا كونستركسيون دون ايكيب ناسيونال. نعم. ملي كنقولوا على بناء فريق وطني خصو يبنى كنبنيوه من تحت من الفوق من الصغار. نعم، من فئه الصغار. اضافه اختي عمر، هذا العام غيكون اول مره الفريق الوطني باء اللي غيشارك في البطوله اللي غيشارك في البطوله العربيه بمصر. يعني غيكون الفريق الاول وفريق باء، يعني اي اختيارات اضافيه ولا باش نشوفوا اللاعبين الجدد فريق باء يقدر. حنا كنتابعوا صور الان ديال المباراه الاخيره، وانا كنتعمد نعاود ندرج هذه المباراه ديال المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في قاعه فتح الله البوعزاوي. لماذا؟ باش نبقاو كلنا امل وكلنا يعني كنطمحوا باش نحققوا هذه النتيجه كيف ما قلنا في جميع المباريات اللي كتنتظر المنتخب الوطني. سي محمد، بطبيعه الحال غير اللي بغيت انا نضيف ليه الفرق الجامعه من قبل راه كانوا حتى لي اي 16 لي اي 18 لي اي 20 كانوا كيشاركوا. نعم. حتى الاناث كانوا كيشاركوا، ولكن مع الاسف جات واحد الفتره وكثير شي هذه الفتره الاخرى. نعم. دير واحد 10 سنين ما بقاش كنشوفوا المشاركه. فاذا به المكتب الجامعي من جا جديد جا بغى يرد في الواجهه بعدا المشاركه. نعم. شنو هي المشاركه؟ دابور لونغاجمون، دونك كون جو في ان لونغاجمون سافي دير كو جيكزيست، سافي دير راني حاضر راني كاين، وعاد من بعد كنشوف ابري داك لونغاجمون واش عندي الحظوظ باش غادي نكون في المرتبه الاولى او الثانيه او الثالثه. دونك لاكاجمون اللي دارت الجامعه مهم بزاف. هذا دابا اللي ما خصناش نغلطوا فيه، وهو من غادي ندير واحد المجموعه ديال يو 16 ولا ديال يو 18 خص يكون ذاك الاختيار ديال الطاقم التقني اللي في المستوى، هذوك اللعابه ديال في المستوى، لان البرنامج انا ما متخوفش منه. برنامج طون دو جور، طون دو بريباراسيون، طون دو ماتش اميكو ما تخوفش منه، ولكن خص يكون واحد الطاقم اللي يكون في المستوى باش ما نقولش غادي نربح الوقت، باش غادي نقول ممكن في هذه السنه ما غاديش نجيب النتيجه ديال البوديوم، ولا ممكن دو زون ابري غادي نمشي نجيب هذيك النتيجه ديال البوديوم. دونك انا كنركز على لو شوا ديال لو ستاف اللي غادي يرافق لي يو 16، ما فيهم الذكور ما فيهم الاناث، وهذا ليكيب بي، وهذه سي تيمور انيشيتيف ديال لا سيليكسيون بي لان قبيله ذكرت مع السن العمري هذوك اللي غيشيطوا اللي غيشيطوا لا بريباراسيون ديال ليكيب ا سي اون بون شوز، يمشيو ويديروا اون كومبيتيسيون اللي غادي تزيدهم شويه في وغادي تشوفهم كلهم هذا كيرقوا بالمستوى ديالهم اللي في المنتخب بي باش يوصلوا المنتخب ا، وهكا كتكون المنافسه، وهذه هي يعني العمل التقني اللي غيوصلنا اكيد للنتائج. قبل ما نختموا هذه الحصه من البرنامج للمنتخبات الوطنيه، كان عندك شي اضافه سي نور ربما الافاق او الرؤيه اللي كتشوف بها المستقبل القريب القريب جدا؟ كنتحدث على بوديوم البطوله الافريقيه. تفضل سي نور. ان شاء الله حنا كاملين المغاربه كاملين عندنا امل كبير نعملوا يعني نتائج. نعم. جيده لما لا البوديوم، ولكن بون الحقيقه تكون شويه صعيبه لان الجروب اللي حنا فيه واللي غادي نواجه ديفيسيل، مي سي نو با ميسيون امبوسيبل، غنعملوا جميع المجهودات، جميع جميع المجهودات باش نحققوا نتائج يعني ممتازه. حنا كنتيقوا في قدرات ديال المنتخب ديالنا فعلا. صح، حنايا ما كناش نعم ما نشوف حنا ما كناش طايحين. نعم، كان حنا كنقولوا ان لما لا فعلا لما لا ان شاء الله بهذا البرنامج الطموح اللي عندنا كنولي مسند لنا رئيس الجامعه لا مكتب فيدرالي، ان شاء الله غادي يكون نتائج. ما ننساش واحد الحاجه مهمه، لان الخدمه اللي كدار دابا والعمل اللي كيتعمل دابا
كيعطي نتائج من دابا 6 سنين 8 سنين. لا اكيد يمكنش يعطي في هذه الساعه هذه معروفه اكيد. دابا الفريق الوطني الاول الفئات الصغرى حنا كنتحدثوا على المنتخب الاول المنتخب الوطني الخدمه اللي دارت هذه 6 سنين و7 سنين هي النتيجه ديالها دابا وحنا غير كنساعدوها بالماكسيموم دو موان ديالنا باش تعمل لو ميغ ريزولتا بوسيبل. هذا الشيء ما كنتمناوه. رؤية ديالك سي محمد اليوم كيف قال اش قلت قبيله سكوب ولا ما عرفتش سكوب قبيله السي نور العامري عطى البرنامج وعطى لا ليست ولا ليست 14 جوار ناسيونو هنا في جوار ديال خارج الوطن. خارج الوطن اول مره كنشوفوا هذا العدد ديال ناف جوار خارج الوطن فاذا به الى هذا اللي ناف جوار جبنا غير واحد 3 أو 4 وكانوا فعلا في النيفو ديال هذا ان شاء الله سميتو. البارح كنت بالحوار مع السي مصطفى اوراش داك لو كوتي كونفور اللي خصو يكون في المنتخب هو ديجا بعدا راهي لو غارونتي راهي لا سور دونك اش كيبقى كتبقى الكره عند ستاف تكنيك وعند اللاعبين ونتمنى بهاد لينا في جوار اللي على برا أو موا لا دخلوا غير واحد 6 راه غادي يكون الامان ان شاء الله. اكيد حنا كنتمنوا لكم حد سعيد وحنا كلنا معكم يعني جنود وراء الكتيبه ديال اسد وطن السله باش نكونوا معاهم باش يوصلوا يعني لابعد نقطه في هذه البطوله. شكرا لك سي نوره العامري على حضورك وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا اخت سيان. وشكرا كذلك لمحلل القناه الرياضيه على مرافقتك لنا في تحليل هذه الحلقه. شكرا لك الاخت سيان. شكرا سي مصطفى ورش. وشكرا لكم مشاهدينا. الجزء الثاني من البرنامج سيخصص لموضوع خاص جدا، فريق مولوديه وجده وصراع او المشكل، ما نقولوش صراع، مشكل فريق مولوديه وجده والجامعه الملكيه المغربيه بعد الفاصل.